خلينا الان ناخذ بدنا نحسب الافرج فولتج اوف اي 6 بلس. بس ايش هذا؟ كنترول ولا كنترول؟ كنترول. average of voltage of 6 pulse control rectifier. نرسم هذا. هلا تذكروا هون حكينا هاي زيرو كروسنج تبعت R، هاي زيرو كروسنج تبعت R minus S، وهاي R minus S. المينيمم فايرنج انجل هي 30 بالنسبه ل R او 60 بالنسبه ل R minus S. اذا هاي الزاويه هون 60 وهذه هي المينيمم. الفا راح تبدا من النقطه هاي، هاي الفا من النقطة هاي، وإذا أخذت الفا من النقطة هاي، قديش هلا راح تضلها هذه أون؟ إيش قلنا هذا الريكتيفاير؟ كم بلس؟ 60. إذا كل بلس قديش لازم تضلها؟ كم درجة؟ 60 درجة. إذا هاي إذا كانت الفا، إذا هون إمتى راح يطفي هذا؟ بعد قديش؟ بعد 60 درجة. إذا هاي لازم تكون 60 درجة. إذا هاي النقطة شو راح تصير؟ 60 زائد الفا. مظبوط؟ طيب اذا هلا بدنا نحسب. هلا هذه الويف فورم عباره عن ايش؟ ساينوسويدال، وهي عباره عن ار ماينس اس. البيك تبع ار ماينس اس ايش علاقته بالبيك تبع تمام؟ اذا عندي هلا هاي الويف فورم اللي هي خلينا نسميها في اوف تي بتساوي جذر الثلاثه في ماكس. في ماكس شو هي؟ البيك تبع مين؟ تبع الفيز فولتج، تبع الفيز فولتج. وهي راح تكون هون ساين اوميجا تي. هلا هذه بدي اخذ اكاملها، بدي اخذ هاي القطعه واضربها بسته، مظبوط؟ اذا راح اضرب بسته وعندي انا اصلا 1 على 2 1. من وين بدي اكامل؟ ايش النقطه هاي؟ هاي النقطه ايش بالنسبه لار ماينس اس؟ 60. مظبوط؟ قديش 60 بالراديانز؟ 3 باي على 3. بس انا متاخر عنها قديش؟ الفا. اذا هاي بدها تصير زائد الفا. طيب وبعدين هذه قديش بتاخر؟ قديش بتاخر عنها كمان؟ كمان 60. اذا بتصير باي على 3 زائد باي على 3 زائد الفا، اللي هي شو بتصير؟ 2 باي على 3 زائد الفا. مضبوط؟ هذا انا عم بحاول احسب ال في افرج. هون ايش راح اكمل؟ راح يكون عندي جذر الثلاثة في ماكس ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. هاي كلها واضحه؟ اذا انا هون بدي اطلع الافرج. الافرج احنا شو عرفناه؟ 1 على 2 باي، من 0 ل 2 باي التكامل اف اوف تي او اف اوميجا تي دي اوميجا تي، مظبوط؟ لكن احنا هون عندي 6 اقسام، فاخذت واحده منهم كاملتها لمده باي على 6. اذا بتطرح هذول الاثنين بتطلع معك باي على 6 الاختلاف بينهم، وضربتها بعدين ب 6. فانا باي على 3 باي على 3 عفوا باي على 3 لانه هي تمام. اذا هلا بدي احسب هذه، بدي اعوض هلا محل هذول. هلا الفي ماكس بقدر اطلعها برا، وجذر الثلاثه بقدر اطلعه برا. فاذا طلعتهم هذول برا بصير عندي في افريج بيساوي في ماكس جذر الثلاثه 6 على 2 بتصير كمان 3 على باي. مضبوط؟ هذا رح يضل برا عندي دائما. هلا عندي هون راح اخذ، بضل عندي جوا ايش؟ ساين اوميجا تي. شو بتصير؟ ماينس كوساين اوميجا تي او ثيتا، وثيتا عندي هون باي على 3 زائد الفا. 2 باي على 3 زائد الفا. بدي اعوض هلا القيم هذول هون، ايش المشكله راح تصير عندي؟ الفا شو؟ بدي اقسمهم مش هيك؟ بدي اقسم هذول، بدنا ناخذ احنا كوساين زاويه زائد زاويه. كوساين A زائد B ايش بيساوي؟ كوساين B كوساين B ناقص ساين A ساين B. كنا نتذكر هاي؟ اذا رح نستعملها. اذا هذه رح تصير عندي الان. خليني هلا اترك هذا، رح اترك هذا الجزء لانه مضروب في الكل، بدي اركز على هاي الاقسام اللي موجوده هون. اذا هذه رح تصير عندي ماينس كوساين محل اوميجا تي، راح احط 2 باي على 3 زائد الفا. ماينس ماينس راح تصير بلس كوساين باي على 3 زائد الفا.
هلا بدنا هدول نقسمهم. هلا بدي اخذ كوساين 2 رائع 3 زائد الفا، محلها راح احط كوساين A كوساين B. اذا اول شيء راح اخذ ماينس، طبعا مضروبين هدول كلهم في ماينس، جوا راح يكون عندي كوساين 2 باي على 3 كوساين الفا، هذا ماينس، بعدين عندي ماينس ماينس راح تصير بلس، وراح يصير عندي هلا ساين 2 باي على 3 ساين الفا. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني راح اعوض نفس الشيء، بس هذا عندي هون بلس، راح يكون كوساين باي على 3 كوساين الفا، وراح يصير عندي هلا هون ماينس ساين باي على 3 ساين الفا. نحسب هلا القيم كوساين. هلا الكوساين في الكوادرنت الثاني ايش راح يكون دائما؟ سالب. اذا هذا راح يكون عندي سالب، هذا راح يكون موجب، وهذا راح يكون موجب، وهذا راح يكون موجب، مش هيك؟ اذا هذا كوساين كوساين ال 120 هو كوساين ال 60، مش هيك؟ ناقص نص، ناقص في ناقص راح يصير عندي زائد نص كوساين الفا. ساين هو راح الساين راح يكون عندي موجب مظبوط، وساين هاي راح يكون جذر الثلاثة على 2 مظبوط، ساين الفا. بعدين عندي كوساين باي على 3 كوساين ال 60 راح يعطيني زائد نص كوساين الفا. هون عندي ماينس ساين باي على 3 ساين الفا. اذا هاي ايش راح تصير؟ كوساين الفا. طلعوا لي في النوتس ايش كانت هاي لما كان uncontrolled rectifier؟ قديش كانت في افرج اذا موجوده عندكم؟ في ماكس على بي؟ راح كانت هاي نفسها. هاي 40 على نفس هاي، المفروض طلعت نفس هاي، ال 3 فيز، ال 6 بولز. فهي هون كل اللي عملناه ضربنا فيه في كوساين الفا. يعني الفا لما تكون 0 قديش راح تصير كوساين الزيرو؟ واحد، راح ترجع كانها uncontrolled rectifier. ولما تغير كوساين، كوساين ال 90 قديش راح تصير؟ زيرو. اذا لما بتوصل هاي باثرها ب 90 درجه قديش راح تصير الافرج اوتبوت فولتج؟ زيرو. اذا هذا الافرج اوتبوت فولتج لكنترولد 6 pulse rectifier.